الفرحة تملأ الوجوه والاحتفال يسيطر على الأجواء. هنا في أسيوط يدخل الأسقف الرئيس الجديد لدير السيدة العذراء المحرق الأنبا بيجول إلى ديره ليتم تجليسه رسميا بحضور ما لا يقل عن 20 أسقفا ووسط قيادات تنفيذية وأسرة الأنبا بيجول بالجسد ورهبان دير المحرق. احنا نصلي له من كل قلبنا ربنا يوفقه، ونقول خير خلف لخير سلف. يعني حقيقة نيابة الأنبا ساويرس ده أبونا وهو اللي ربانا وتربينا في هذا المكان الطاهر. والحقيقة أبونا نيابة الأنبا بيقول سيرة عطرة جدا، وأنا شخصيا فرحان من كل قلبي. والنقطة الجميلة أنه في حياة سيدنا الأنبا ساويرس لما طلب منه يرشح أحد الآباء الأسقفة فرشح أبونا بيقول، بس رسامته اتأخرت، إنما كانت نبوة من نيابة الأنبا ساويرس إنه يترسم أسقف. ربنا يباركه ونصلي له من كل قلبنا، ربنا يعطيه روحين من روح نيابة الأنبا ساويرس. أنا سعيد طبعا بوجودي النهاردة، مسؤولية عظيمة، رجل عظيم إن شاء الله هو قد مسؤولية وجدير بيها. اختيار بابا توادروس، قداسة بابا توادروس لي طبعا اكيد حملته مسؤولية كبيرة جدا، هو اهل لها ان شاء الله، واحنا معاه دايما في كل شيء. باكد حاجة تانية مهمة جدا، دعمنا الكامل وتواصلنا الدائم، ان شاء الله دايما نكون مع بعض في جميع المناسبات ان شاء الله. احنا طبعا سعداء جدا بهذه الصيام وهذا التجليس، فرحنا زاد جدا باللفيف الكبير من الاباء الاسقفة والأخوة المسؤولين، لأن دير المحرق له في قلوبنا كرامة كبيرة ومحبة كبيرة، لأنه زي ما سمعنا أنه هو يعني أهم محطة مكثت فيها العائلة المقدسة فترة طويلة جدا، والمكان مكث بها الكنيسة الأسرية للدير. وإحنا بنهنئ الدير وأباء الدير وسيدنا الأنبا بيقول، ونرجو للدير نموا رهبانيا في كل ناحية برئاسته إن شاء الله. الشكر. صلى الأنبا بيجول صلاة الشكر بالكنيسة الأثرية التي يرجع تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، وهي البيت المهجور الذي سكنته العائلة المقدسة. ثم بدأت عشية التجليس والتي استمرت قرابة 3 ساعات، وقرأ خلالها الأنبا ويصة مطران البليانة رسالة من قداسة البابا المعظم الأنبا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى رهبان الدير والأسقف الجديد. طبعا مشاعري واخد بالك لا تقدر بأي فرحة، يعني فرحة عامرة وأكبر فرحة، وإن ده يوم عيد بالنسبة لنا، واخد بالك، وربنا يوصله بالسلامة ويقويه على منصبه الجديد ويكون معاه. هو من يوم هو صغير حلو ومحب ومطيع وفي الخدمة، ربنا يساعده ويسنده في تحمل هذه المسؤولية يعني، ويعينه ويساعده ويسنده. فرحتنا به كبيرة، وبنقول له ألف مبروك، وانت كلك بركة يا سيدنا. حب أقول له مرحب بيك في الدير، وحنا فرحانين بيك يا سيدنا، ومنتظرين اللحظة دي بفارغ الصبر يعني. وعقب الانتهاء من طقس التجليس شكر الأنبا بيجول كل من حضر للتهنئة من أساقفة وقيادات تنفيذية وشعبية وشعب محب للدير، طالبا من الله أن يعينه على الوزنة الثمينة التي أعطاه إياها. إذن الأنبا بيجول أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء المحرق بعد حصوله على 106 من أصوات رهبان الدير، وبعد نياحة الأنبا ساويرس الذي ظل ل32 عاما أسقفا للدير. نتمنى خدمة مثمرة للأنبا بيجول داخل الدير الشهير ولشعب الكنيسة كافة. من داخل دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، فريد إدوار، سي تي في.